مرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة أخرى من برنامج حكايات المدينة القديمة البرنامج اللي انتناوله فيه حكايات المدينة القديمة درنا مع كاتب هذا الكتاب الذي يتناول هذه الحكاية الأستاذ عبد الفتاح الشلوي أهلا وسهلا أستاذ عبد الفتاح أهلا ومرحبا بك أستاذ المشاهدين شنو أمورك اليوم؟ الحمد لله جمعة اليوم ودرنا السايس أكيد تكون كويسة <applause> بح كويس نحن لو حكينا على درنا فلا يمكن أن نعتبر درنا إلا جزء من كل درنا جزء من محيط جغرافي واجتماعي نعم وانت تحدثت في هذا الكتاب عن علاقه درنا بالتخوم والبطون كما وصفتها علاقه درنا بجوارها وارتباطها بهذا الجوار بهذه الجغرافيا بكونها ابنه هذه الجغرافيا كما وصفتها انت في الحلقه السابقه نعم. نعم صحيح فحدثني شوي عن طبيعه العلاقه يعني في ذاك الزمن بين درنا وبين القرى المجاوره والمدن المجاوره هو طبعا يا جوهر ما فيش يعني ما فيش واحد في الدنيا يقدر يعيش وحده منعزل يعني سواء كانت قريه ولا مدينه او حتى مستوى شخص يعني اللي اذا كان عاشوا وحده يخش في اكتئاب وحاله نفسيه لكن الحياه بصفه عامه يعني التكامل والتعاون والتواصل هذين لابد لابد منهم اي مدينه من المدن واي قريه من القرى لابد تجد فيها ارتباط يعني ارتباط يبدا زي زي موجات الموية يعني ايش ما ايش ما تبعد يقرب مسافه يقرب مسافه لما نشوفوا دارنا مثلا نشوفه يعني ما هي ما نقولوش مش علاقه هو تمازس سواء كان في العلاقات الاجتماعيه سواء كان في الانساب بعض من اهل دارنا كانوا يعيشوا في البر وعندهم سعي في عندهم سعي في البر وبعض وايضا اهل 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 البر يعني في تواصل وفي تمازج تام مع الـ مع الـ 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 اهل المدينه لكن في طبيعه طبيعه العلاقه في ذلك الوقت يا جوهر احكمت اخلاقيات الناس فمثلا كانوا مثلا العلاقه بين طبعا المربي الاغنام يعني والزراعه ما كانش في زراعه طبعا اللي هي مستقره كانت فيه قمح وشعير فقط يعني <applause> فهذه تعتمد على ايش؟ تعتمد اما على الحولي يعني عرفت؟ او مثلا ضمه الزرع يجي يحاسب التاجر ياخذ منه. فكان كان في الغالب في الغالب يعني يجي يقول له ايش علي؟ يجي بلا يقول لك كذا شوف الحساب ايش علي نبيدي؟ ما يقول انت خذيت يوم كذا كذا مش عارف كم لا 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 في الغالب في الغالب يقول له راهو نبي منك كذا يعطي يعطيه. بدون نقاش ثقه. رايت شوف هذاك مستحيل يشك المدين الدائن والمدين مستحيل يعني يعني مستحيل يزيد من فمثلا مثلا عندنا تاجر الحاج عبد الحميد العابد رحمه الله عليه محمد. كان يعني بجانب تاع خرقه هكذا في هذا الميزان طب الميزان ما كانش الكتروني زي توا كان بالكافتين وبالصنج اللي نقول على الصروف نحن مم. اللي يحط فيه مثلا كيلو من هذا الجانب وبعدين يوزن بالضبط فيه 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 حتى لما جيت بحث للميزان تجد الكفه اللي توزن مش اللي فيها الاوزان م. تلقاها تلمع نظيفه ليش؟ كل بعد اربع خمس وزنيات يمسحها يخاف من الغبار يخاف من الغبار يدل على انه يزيد اه يزيد ما كانتش زياده ما كانش في الحرص طبعا ما كانتش حاله 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 شاذه نحن نحكي لك نحن, نحن نجيب لها فيها لك فيها من حيث التجار زمان م. وحتى كانوا مثلا الزيت ما كناش ما كانش عندنا زيت بالحكه والله بال زيت كنا ناخذ فيه يعني بتيه كبيره هكذا هي ويكيل لك بحاجه اسمها المرطة زي اللقامه بتاع الشاي بالضبط يعني يعني كانت امهاتنا تدز فينا بالمرطة انا نتذكر نعم. في فيديو زمان نحكي فيه على العرس الليبي فقلت ان المكان حيقد ممروط فسالني احد الاصدقاء قال لي ايش معنى ممروط؟ قلت له ممتلئ فهل يعقل ان ممروط اصلها من المرطه يعني يعني آه مقاربة ممكن مقاربة آه ممكن لكن جسم جميل. لا اذا المرطه تستعملوا في لقياس المرطه يجي يحط مثلا يعطيك شيشه وطبعا الزازه هي في الغالب الامهات يستخدم في زازة الحساس الصداقة تاع المشروب مم. في الغالب يعني اعاده تدوير طبعا لكن ايش تقدر تقول يا جوهر ياخذوا يعني دوب تسويه تسويتين ما فيش جشع اللي صندوقه والحياه فيها البركه. فنعود لك على 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 على, على الامانه بتاع التجار لأنهم ناس مؤتمرين. بمجرد يا جوهر ما يكب الزيت يقعد فيه عوالق انت هو, هو قال لك المرضى مثلا بصقش مثلاً سبيل وبعدين كب لك الزيت نتاعك انت مشيت انت شفت البيت كم؟ ايش يقعد المرضى فيها؟ فيها زيت. صحيح. ياخذه وينكثه ويحطه في وعاء خاص. حاجتين اما يعطيه للمساجد هذه قبل احنا قبل ما المساج اللي كان يعني يشعل في المساجد بالفتير كيروس. بتاع الزيت آه يعطيه الهند او انه هو يتبرع به يحتبر فيه مش من ماله فلا يمكن تقوم العلاقه الا علاقه يعني ثقه بين 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 التاجر وبين المدين فكان فيها 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 يا جوهر في التمازج وتداخل بين 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 المناطق المحيطه بدرنا وبين وبين دارنا اجتماعيا او اقتصاديا وحتى سياسيا حتى حتى في السياسه كان فيها ارتباط بين المدينه وبين وبين كيف؟ وبين, في مثلا في انتخابات مثلا مثلا مرات يتفقوا على 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 على, علي, علي واحد معين والله انتم رشحوا مع فلان هذا واحنا رشحوا فلان هذا خاصه بين الشيوخ وبين النواب ساعتها ثانيه كانت كانت موجوده م. ايضا ما كانش فيه مثلا ل... 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 نظره ان هذه منطقه وهذه حياه متداخله ولا يمكن ت... لا يمكن مثلا تقدر تقدر مثلا تفصل الحضر اللي هو من المدينه لما يمشي البر تلقاه مثلا بمصطلحاته وبالشعر ويفهم في السعي ويفهم في في في, الزرع ويفهم في كل شيء في في الحياه فكانت الحياه متداخله لكن بعدين لما 77 بالذات بدات تصعيد بدات يعني اصبحت فيها فيها نوع من اللوثة لكن حتى في الكتاب إحنا مثلا ما الأمر هذا ما تجاهلناش جينا مثلا حكينا عن منطقة الفتايح ومنطقة الفتايح هذه بالرغم منها يعني 10 كيلو 12 كيلو كانت من درنا كان فيها محل واحد كان فيها محل واحد في الحوش اللي هو بتاع صيانة الطريق أصبح حوش تخريبة هذا كان الواحد اللي في بوابة بوابة <applause> تخريبة عند المحل بالضبط قدامك الدعم الالكتروني هناك فكان الحس عاد كرفوت هو اللي هو اللي هو اللي يغذي في المنطقه ويغذي فيها بالدفتر بالدين. ومرات مرات يا جوهر من 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 قبيله الناس يعني مش مش حريصين على الكسب بس بالدرجه الاولى. غالبا السجل ما تلقاش كتاب زي هذا غالبا. تلقاها فيه نقول عليه احنا ستيكه نتاع الدخان الطويله هذه من الاوراق بيضاء. ياخذ الكرتونه نتاعها هذيك ويسجل هذا فلان الفلاني ويحطها هات نجيب بعد اربع شهور، خمس شهور، ست شهور. يجيب له مثلا هو مرة يجيب له دحي وياخذ منه زيت ياخذ منه طماطم لا هي لا هو عليه من باب لا هو من منحه حسابيه. آه نجول مثلا المرتوبه حكينا عليها المكافح وهذه القصه هذه استعرتها من آه الحاج زايد بوجازيه الكاتب الرائع اللي هي اللي هي اول سياره اول اول واحد دار سياره في مرتوبه ولما اشتراها رقدت رقدت فيها ما تسيبها اسيبها ودار لها حفله كبيره شنو الحفله الكبيره في الوطن؟ ذبح ديك ذبح ديك واولم اولم به ايش تعطيك هذه تعطيك هنا الحياه كانت محدوديه بسيطه جدا بسيطه جدا ل... مثلا حكينا على التاجر الشهير اللي كان مثلا يحتك في جار الصوف في مدينه دارنا وكان يسمى بالتاجر الامين ليش تاجر الامين؟ م. كان في ذلك الوقت ما حتى حتى هو في حاجه يسموها المسك مثلا يبيع لك على مثال مثلا يبيع لك حاجه معينه مثلا ب 80 دينار مم. لما لما يسالك خمسة 75 مم. فكانت سائدة هذه يقول لك واش تمسكوا منها واش تمسكوا منها عنده ما موجوده طبعا هي انا طبعا الوالد عنده لما يبي الوالد لما كنت صغير كنا نمشي المحلات فيقول له هذه السوريه هذه بكم مثلا بيشرينا يقول مثلا وقتها 25 جنيه يقول له طيب عشان الحبايب يقول له 24 يقول له عشان القرايب يقول له 23 إيه. يقول له عشان الصحايب وهكذا فالاسلوب هذا مفاصل هاي... آه مفاصل اسلوب قديم لا, لا هذه ما زالت هذه وانت ما زلت تبيع وتشري هذه عرض وطلب السعر ما عندناش في مشكله لكن يعني المشكله انك انت تجزم تتفق معاه ويجي وقت اللي يقول لك ايش اه فكان اه ومرات حتى يجيب لك المبلغ وافي وبعدين هو كرما وتفضلا لا هذا حد منه منا هو آه، أيوة. لكن شنو اللي التاجر هذا كيف ذكرناه نحن اللي هو آه هادي الرفادي رحمه الله عليه كان يقول الامر هذا حرام اللي تم فيه ادفع به فكانوا التجار تجار الصوف يعني مرات مثلا الكيلو مثلا بقرشين كيلو الصوف وفي واحد يشرب بقرشين ونص يقول لك لا نبيع بهذه يقولوا عليه راجل مبارك وجرته خضراء جرته خضراء شنو تكسب 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 من وراء وايضا و... شلن عند شلن عند راس العلبه اللي حكينا على الساعه نتاع التفجير و... وحكينا على, على... على منطقه التمخيلي وحكينا على... على... بت... المنطقه يعني اصلا ما... كان فيها العديد من الشواهد التاريخيه يعني حتى لو ترجع انت بال... في الاصل لما ذكرنا تسميه اراسه وقلنا ان هناك من يقول انها عمارة وهناك من يقول نعم أنها, صحيح. انها ذرنة وكذا، صحيح. هذا يثبت تداخل موجود طبعا. قديم جديد. لكن لابد يا حش فتاح ان لو نظرنا للنظره للماضي تلك، ننظروا لليوم. هاي. اليوم نشوف فيه شده كبيره وجانب من غياب تلك المظاهر القديمة في تعاملات اليوم بين درنا وجوار درنا نعم. وربما الأمور اللي طرأت أخيرا وتغيرت السياسية والأحداث وكذا أدى إلى أن الناس تباعد من بعضها وتنسى الأصل وهو هذا وهو الأقرب للفطرة وهو الطبيعي برأيك شنو اللي نفتقدوه اليوم باش ترد طبيعة العلاقة كما يجب أن تكون يعني لأن لا ننكر أبدا أنها لم تعد كذلك شوف هو الثبات اختص به الله سبحانه وتعالى صحيح وما ذلك كله متغير آه، لو بحثوا احنا ما نقوله مثلا علاقه القريه بالمدينه او المناطق بالمدينه او مدينه بمدينه خلينا نبحث علاقه الاسره داخل الاسره هل هي كانت زي زمان مثلا؟ لو مثلا بحثوا نلقوا مثلا في الستينات والخمسينات العيد ثلاثة ايام تلقى الحوش زاحم يعني الفروع كلها جايات الاصل للجد او الاب على سبيل المثال الان تو حياتنا فوتوشوب يعني يجي الواحد يبي يفوش عند امه ولا عند بوه ولا ما كانتش الروابط ما استمرتش على هذا الحال لكن الان لان دخل عامل السياسه توظيف التوظيف السلبي انه هو في سبيل واحد معين مثلا في سبيل انه هو يمسك كرسي ولا يحكم والله مستعد يخرب العلاقه بين جوهر وبين فتح، مستعد يخرب العلاقه بين مدينه وبين وبين قريه، مستعد يخرب العلاقه بين, بين قريه وقريه، مستعد يخرب العلاقه بين مدينه ومدينه، ف في امور سجداً مثلا في الخمسينات، الستينات، السبعينات، الثمانينات، ما كانش عندنا شبكة التواصل الاجتماعي م. اللي هي كانت عامل هدام في العلاقة الاجتماعيه حقيقه يعني م. برغم كل ما فيها مثلا اتاحت المعلومه، اتاحت مثلا التواصل، لكن برضه يا استاذ جوهر يعني حتى مثلا واحد بس يغلق واحد بالكلام ممكن تلقاه مشروع النت، فطبيعه الحياه واليات الحياه تغيرا تغير بشكل بشكل سلبي فهذا اللي اثر لكن لما لما نبحث مثلا في الحالات الوفاه مثلا تلقى حادث مثلا هذين, هذين هذين نعتبر فيه بدي مجسات اجتماعيه ملامح يعني ما اقول لكش مثلا ميت هذا ما مثلا هذا العيد فلان والعيد فلان مثلا لا الناس كلها تعزي وتجيب بعضها واحد مثلا تصير له حاجه مثلا كارثه معينه تلقى الناس كلها متضامنه معاه يعني نحط فيها اظن يعني ظواهر ناتئه وظواهر نقول عابر يعني نقول يعني ممكن لو مثلا تصير صحوه مجتمعيه والناس ترد عقولها وانك انت ما فيش حد له غنى عن الحد خاصه في ظل تداخل تداخل الارحام اللي اللي, اللي اللي بين بين الناس بعضهم يعني ما نبيش نقول بين المدينه وبين القريه لكن مرات واحد من 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 دارنا بناس واحد في راس الجدير، واحد من راس الجدير وناس واحد في طبرق وهكذا يعني مش ما تفصلها لكن 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 العلاقات كان فيه, فيه شيء من نقولوا من, من الخصوصيه وكان فيه الائتمان بين الناس احنا انا حكي قصه في, في الكتاب مش جايبها كحادثه فيه مية حادثه كيف واحسن منها لكن نبي نوري الناس اللي هي الجانب العقدي فينهم اللي يقول لك فلان عنده عقيده في فلان شيء العقيده انه واثق فيه الله على, على الطرفين تو لما الله انه وياك في 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 تجاره والله ماشي الحاسبة لان المحاسب الله هو المحاسب والرقابه الاداريه الله سبحانه وتعالى نخاف مثلا في الامور في واحد اعتقد العيد من خيال من درنا م. من 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 محل في الحمراء م. كانت الناس تدير في حاجه اسمها المراوقه المراوقه اه المراوقه هذه شراكه شراكه فيقول لك فين مراوقه هو من انت منك الارض وانا باعتبار طبعا الناس حتى كان ما كانش فيه فلوسهم نجيب نبيجي مثلا البذار وانت منك مثلا الجابده اللي تحرث اللي هو سوق جمل ولا حصان ولا حمار كما قلنا فشاركوا بس التاجر شرط على الشريك الثاني قال له انت باش نقربوا الحساب لما جيت بتحدد على البلاد وخطر كلمه تحدر هذه عند ذكرني بي عندي فيها وقفه لان في دارنا بالذات نبي نقف عنده ولازم على فقال لنا لما لما تحدد البلاد تجي تشرش من برا تعالش من نبيدي باش يقد نفس الحساب. واستبعد انها تكون فيها مثلا ناحيه مثلا فيها ابتزاز والله يعني دايرها فعلا من اجل نقد الحساب واحد. فتمام حرث صاحبنا ضياي وتمام تمام يجر ياخذ منا يجي مثلا يبي حاجه مثلا يبي غاز ولا يبي حاجه مش, مش ما عندهاش التاج راضيه يجيب له من برا ويسجلها يسجلها مش مثلا بخدمات والله بعشره يسجلها بعشره طاب الزرع وحصد الزرع ودرس الزرع وصفوا الزرع وعبوا في شواليت كل عام وانتم بخير وقع الله صاحبنا هذا عنده عنده معزه خليه في الحصيده فمشى الراجل قال له يا 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 ابو قرين ولا يا ابو شريك راهو راهو صفيت القاعه وراني عبيت قال له خلاص بكره نجيك بكره نجيك أجر واحد اسمه اشطيح العوامي من دارنا كان عنده فردينا وقال انا لا نبيك نجيب نجيب الغلط بس ساعتها الناس يعني ما تتوقعش ان 50 اشوار ولا 6 شوار الاربع شوار خمس شوار بركه والحمد لله رب العالمين ما عندكش غلط ما عندكش يعني بالراحه فجاء جايب معاه الورقه بتاع الدخانه بتاع السكه بتاع الدخان وذبح صاحبنا جدي وداروا غداء وجاوا على القاعه كذا و تبن قاعد في في الشبك بديت احاسبه قال له مثلا يا جوهر <applause> الملل علي قال له مش قال له لا لا جيتني يوم في جيت خذيت يا سيدي جاز يقول نعم خذيت ما دقيق هنا، وخذيت ملح نعم وخذيت ما عرف ايش وخذيت وخذ نعم يقول نعم يعني نعم من باب ايش؟ من باب زي خالص مع الشكر فيقولوا <applause> مثلا كان كان السواق كان متكي عليه يعني شوي قام حك ذي بهذا الشكل مطجي يعني وكان ماسك عود حلاب وينقش فيه في الارض هكا يقول لك يعني وراقد مغفي كذا يعني فجمع التاجر تاجر تاجر جماع وقال له هكا مثلا على سبيل الرقم الفرضي هذين 165 يا فلان قال له لا لا راه مش خمسين عد الحساب بتاعك راك غلطت في الحساب هذا تسوق هذا اللي راقد اللي راقد ما ناش كان العين العين راقده لكن قلبي حاضر ردوا الحساب وفعلا لقوه صحيح المهم طلع الراجل طلع سحب هذا التاجر يستحق الغله كلها والمفروض في نص سوال اخرى او اخرى ما تجاوز حطهم وعدى عدى عدى رجع صاحبنا هذا ياهي للعجوز في النجع شوي قالت لها قالت لها يا فلان ايش صار في شركتك هذه يا يعني. باش يقول مثلا حدث كذا وكذا. ايوه. قال والله يا يا فلانه اشحاء مشى السوق وسرق حمار. وجاب الامه. تو يحكي لها يوري يوري فيها صح؟ يحكي فيها كنايه. فرحت امه وصغرتها وكبت صقر كذا وتمت فرحانه اللي عنده حمار زي اللي مثلا تو الله عنده الحافله الكبيره هذه زي حافله الرياضيين هذه حاجه كبيره بقيت شاحنه تعتبر مره اثنين ثلاثه بعد ثلاث شهور مشى حابين للسوق قال لها ربط الحمار جاء ما يجيش ماني مسرقين روح صاحبنا الطوله يوريها تو الصفقه انا راهي بطة بطة جات قالت له حمارك وين إشها قال يمي بحته قلت له اصر عندي مش هكسب قال انا والله بيش ما شريت بيش ما بعت بيش ما بعت يوه. عرفتها طبعا أنا عرفتها القصه هذه يهمني فيها شنو؟ يهمني مهم. فيها انه ما كانش عنده ظرف يعني حتى هو مسجل والله انا نحكي لك على الثقه اللي كانت بين الناس والتواد التواد اللي بينهم يجيب مثلا يجيب مثلا قسط تاع دحي بيض بيض يحطه يقول له مثلا ها هو الدحي يقول له راني عديتها مثلا راهو مثلا خمسين بيضة يقول بالحارة هم يقول بس يقول 10 حارات 12 حارة خلاص ما فيش ما حب ما عادش يعني كان فيه انت انت خلينا خلينا خلين نضيقوها في سوق الظلام سوق الظلام دول هنا دول هنا ياهي محلات الذهب يحطوا كرسي من هنا ويحط عصا المقص يعني عند 2017 انا صورتها شخصيا موجود لما يجي وقت صلاة العصر يحطوا مثل في العصا ويتوكل على الله ويمشوا ويردوا المحلات ومسوطيب. صحيح صحيح وانت بدري قلت حنرد النقطه وحتى هي مهمه لان يعني تتحدث عن طبيعه وجغرافيا دارنا صحيح صحيح مهمة. إحنا حتى لما نطلع برا دارنا لما تقعد انت برا السنتر تقول نازل للسنتر او او يعني إحنا... نازل راقي اه نازل وراقي مع انها هي ارض منبسطه سهله لكن المصطلح موجود. بس كيف تجي يعني آه. حتى في درنا نحن نقولوا حيادر دائما حيادر شغله هو, هو انا مش عارف هل مثلا في المناطق مثلا لما مثلا واحد من من جمينس مثلا وينزل بنغازي يقول محدر على بنغازي لكن هي تقت... في مصر موجوده. في مصر لما يقولوا اه يقولوا نازل مصر لما يكونوا في الصعيد يقولوا نازل مصر يعني مش القاهره. لا هو نازل جات من زول الدابه ولا السياره انا, أنا هذا آه. يقول محدر. محدر. افضل هذه هذه ذكرتها. ونحن طالبه في الجامعه معنا طالب رحمه الله عليه من طبرق اسمه محمود مفتاح غيثي قال لي انا يعني فتحت عن البيت يقول لك ناس الراقي وين وإنت تنزل وين تحقوا فيها منبسطه ايوه <applause> اعتقد ان الطبيعه طبيعه البلاد لان هي شو يقولوا عليها المدينه بس تنصو فيها الحفره 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 هذه دائما مكان منخفض يقع بين مرتفعين او عده مرتفعات مثلا فاعتقد ان هذه اثرت وين اثرت في 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 المصطلح وحتى المحيط اللي اللي حوالينا لان تو اي واحد شوف اللي يجي من مشرق يحترم العقبه باهي ما فيش عقبه يجي واحد يقول ما فيش عقبه لا كانت فيها عقبه اسمها عقبه البلجي من عند حصين حتى هي موجوده هذه ينزل يحترم عقبه الكرفات السبعه ان كان جاء من الظهر ينزل مع 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 مع, مع, مع عقبه عقبه شيحه يعني ما عندكش تمشي البقيه بحر فبالضرورة أنك أنت الطبيعة الجغرافية بتاع المدينة فرضت فيها مسميات مسمي 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 معينة اللي هي حاذر البلاد نازل البلاد راقي البلاد هذه حتى لغويا أعتقد أن يعني تدرس في, في أكثر من جانب في, في علم اللسانيات يعني كوني درست لسانيات فدائما يحكوا على علاقة اللغة بالجغرافيا وأن اللغة أحيانا تغير حتى طريقة تفكيرنا نظرنا للأشياء لما كنا نتعود على أني موجود في مدينة طبيعة جغرافيتها قاعدة منخفضة نوعا ما والجوار او في الخارج متعلي فحنقدر نتعامل بهذه المصطلحات حتى لما نخرج خارجها اضافه اضافه بسيطه <applause> آه في في بعد اسبوعين من الثوره جو اثنين يعني محبين للسنسيه، واحد ميكانيكي واحد آه نجار الميكانيكي اللي هو حياه صالح الزوار الله يرحمه والنجار ما عادش تذكر اسمه لكن جو تناقشوا في الثوره ومتعاقدين من من من, من, من على الملك ونكرر نقول الملك كانت عنده سلطتين، عنده سلطه سياسيه وعنده سلطه الروحية. روحيه. والروحيه فايقه على العالم. فقال له ايش رايك يا حصالح؟ هذا النجار م. يسال في الميكانيكي. فقال له هذا الاخت عند الميكانيكيه طبعا، قال له هذا بيرم مصدي ما عادش كيف يطلع بالكليك يعني ما عادش يحول هذايا. تشبيه ميكانيكي. شوي الاخر قال له فعلا هذا مسمار وانقطع في خشبه. فتخيل المسمار لما ينقطع في 10 كيف 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 تبدأ؟ فمرات المهنه صح والجغرافيا صح عرفت؟ ومرات حتى طبيعه الانسان، مرات حتى طبيعه الانسان طبيعته بروحها اذا كان هزلي يستخدم لك اي 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 اسلوب، اذا كان مثلا تقال انسان جاد مثلا يقول لك انقلع مثلا والله يقول لك امشي والله ولا, ولا انتلف والله حسب تلقى ش... آه. انا انا من بدري حتى استوقفني مصطلح ولعل هذه القصه نخدم بها حلقتنا اليوم تم بدري قلت لي خالص مع الشكر اذكر ان هذه اللفظه عنون بها باب صغير هكذا نعم نعم للنجار عياد المسماري صحيح صحيح وانت وصفت مشهد جميل جدا كان يجتمع فيه الناس في حوشه باش تفرجوا نعم. وهو بصدر رحب يرحب بجميع احكي لنا هال هالموقف هو هذه هي ذكرتها في الكتاب هذا سعيد المسماري يحفظ الله عليه هذا اول واحد جاب تلفزيون في الـ في, الـ في الناحيه بتاعنا ب 40 جنيه على التقسيط 40% بالتقسيط لكن التلفزيون شنو يا جوهر؟ التلفزيون في الصيف فقط لما ما فيش سحاب وما فيش ما فيش مطر وما فيش ريح عشان يلتقط الاشاره يلتقط من مصر م. ومن اليونان وايطاليا فمجرد هو يحل التلفزيون يبحث يطلع لك زي زي النمل صيبة الشارع كله تقام حل عن النمل هذاك كان فقط يعني عرفت كيف؟ شيء عجيب فمرات شنو؟ مرات تكون عندها مثلا سته من الصبيه سبعه من الصبيه عرفت؟ ومع الضرب مع الشقاوه بتاع هو اصلا رحمه الله عليه فما يخليش حد يقربهم يحطوا غداهم يقول تعالوا يا اكلوا <applause> ياكلوا طبعا لما ياكلوا الصبيه تجد مثلا الزفر والدهان عليه على على على, على, علي, علي فم الصبي لما يطلع انا بدي شبهته خالص مع الشكر زي, زي علامه الاوكي اللي على التويتر بتطلع من الدار با با سبحان الله يعني ايام ودنيا اعتقد أنها هيك نكون يعني استوفينا حديثنا في حلقه اليوم شكرا لك استاذ عبد الفتاح شكرا ومشاهدينا الكرام شكر ايضا موصول لكم على حسن وطيب المشاهده والاستماع ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذه الحكايه ونلتقي ان شاء الله في الحلقه القادمه الى هناك تحياتي انا جهر علي وتحيات فريق العمل اليكم موصوله حتى نلتقي في الحلقه القادمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته